وتزامنا مع نشاطات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان، أقامت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قاعة الصليب المقدس بالتعاون مع مديرية صحة دمشق ندوة عنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وللحديث أكثر عن الندوة بصيرنا اليوم أن نرحب بالدكتور ماجد طرفأ، أخصائي نسائية وتوليد وتنظير عنق وكشف مبكر عن السرطان. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه مثل ما قلنا بالمقدمه، مع بدايه شهر تشرين بتبلش حمله التوعيه ضد مرض سرطان الثدي. خلينا نحكي عن المحاضره اللي تناولت هيدا الموضوع خلال محاضرتكم انتم الدكاتره. هلا المحاضره الحقيقه هي كانت ثلاث محاضرات قدمتها انا وقدمها اثنين من زملائي. هي بتغطي موضوع، يعني بدي احكي انا ان شيء اسمه مثل رسائل مفتاحيه، كي مسجز. هلا هي الرسائل عم توجه فيها للعامه، نوصل فيها افكار معينه نريد ان تنتبه لها السيده فيما يخص هذا الورم. هي الغايه بالنهايه هي حمايه السيده من الاصابه ان امكن، واذا كان لابد انه تصاب على الاقل ان يتم الكشف الباكر. هلا يختلف سرطان الثدي عن باقي السرطانات بالجسم بالنسبه للمراه بامكانيه الكشف. كشفه سهل جدا. كذلك سرطان عنق الرحم، باقي السرطانات كنا عم نحكي بالمحاضره انه مثل سرطان المبيض من الصعب نلاقي اليه للكشف او للمسح بحيث نكشفه بمرحله باكره، عم نحكي على مستوى دول متطوره. الثدي وكذلك عنق الرحم اللذيذ فيه انه هو بمتناول يد الفاحص، وهالشيء بيساعد بكشف حتى بمراحل تسبق الوصول للسرطان. تمام، قديش دكتور، يعني نحن دائما بنركز على موضوع الكشف المبكر، يعني باي مراحل بيتم الكشف المبكر؟ يعني قبل حدوث السرطان ام بيكون بنسبه ضئيله لسه، بنسبه صغيره بعده لسه السرطان ممكن يبلش مع السيده؟ الجواب انه بالنسبه للسرطان عنق الرحم نعم قبل الوصول للسرطان نكشفه. السيدات بيخافوا، نحن بنقول لهم تعالوا نعمل اللطاخة، بيقول ما بدنا نعرف اذا في سرطان ولا لا، لانه حياتنا حتنقلب جحيم اذا عرفنا. الجواب لا، نحن اذا بدينا المسح بكير حتى وكان بده يصير معها حنلقطها قبل، اذا لقطناه قبل حتى نعالجه، اذا عالجناه ما حنوصل لمرحله السرطان. بالنسبه للثدي نعم يوجد حالات فيها بيكون السرطان لسه كمان مثل عنق الرحم مرحله موضعه، وفي افات تؤهب لذلك. اذا كنا نحن كثير فايقين لهالموضوع ودارسين السيده وفارزين انها عاليه الخطوره، قادرين نتعامل معها الى حد خيالي بحيث قد نكتشف شيء ويطلع ما قبل سرطان، او نكتشف شيء يكون سرطان بمراحل باكره جدا بحيث استئصال كتله هالقد من الثدي كفيل بانهاء الامر. خلينا نعكس، نقول لا ما راجعت وما انتبهت وما اهتميت وما اهتمينا، وصلنا لمرحله متقدمه، النتائج ماساويه. حينكشف طبعا مرحلة متقدمة جدا، بس شو بتصير من كل 10 بيبقى عايش 3 خلال 5 سنوات. هذا اذا كنا بارقى البلدان بحيث المعالجة المتطورة الكيميائية والشعاعية والهرمونية والجراحية، زائد طبعا حتخسر الثدي كله وحتخسر الثدي الثاني ايضا. ففي فرق كبير بين كتلة بسيطة صغيرة نشيلها نحللها الحمد لله على السلامة، انت كنت عندك سرطان مرحلة 0 او مرحلة 1 او مرحلة 2، وهي مراحل باكرة تعتبر لحد المرحلة 2. الانذار يختلف جذريا عن سيدة وصلت لمرحلة 3 و4، حتكون حياتها جحيم، حتكون معالجة عليها صعبة جدا و 70% وفاة. يعني السيدة يمكن بتخاف انه تعرف انه هو ممكن يصير معها سرطان، لكن احسن ما تخاف. ما بدي انا هي الفكرة، وحدة من الرسائل اللي بحب ركز عليها. ما تخافي، ما حنكشف لك نحن سرطان. هي يعني أهمية الندوة يمكن دكتور اللي أقمتوها، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. رح نتابع حديثنا معك، بس خلينا ننتقل للمادة التالية ونشوف كيف كانت أجواء المحاضرة. الكشف المبكر او حتى موضوع المتابعه وعلاج سيداتنا بالمجان على مدى العام. نحن عندنا مراكزنا الصحيه، عندنا 3 مراكز صحيه اللي هي فيها اجهزه التصوير الماموجرام وبالتالي واجهزه الايكو، وعندنا طبعا 30 مركز صحي بيتابع موضوع اورام الثدي، بالمعنى
متابعه ضمن عياده ما يسمى الصحه الانجابيه. فنحن طبعا السيدات هلا حاليا هذا الشهر من بدايه هذا الشهر الحقيقه في عندنا قبول وازدياد في عدد المراجعات بشكل كبير. طبعا الهدف الاساسي طبعا احنا في عياداتنا عيادات مراكزنا الصحيه تعليم المراه كيفيه الفحص الذاتي، وفي حال وجود اي اشتباه او اي اشكال بتلحظوا على الثدي فطبعا المتابعه عندنا تحول لمراكزنا التخصصيه يلي نحن بنقدر نحقق او نعطي الخدمات التشخيصيه وبالتالي حتى المتابعه الجراحيه. حبينا نعمل هيك شيء حلو لكنيستنا وللقاعه عنا انه محاضره عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، ونشكر الله كان كتير الحضور اليوم ملفت وكتير يعني انبسطنا بهالموضوع هذا لتوعية هالناس، توعية أمهاتنا وأخواتنا بموضوع السرطان كتير منتشر بالبلد. ضروري لكل مرأة سورية موجودة، يعني هنا عم بيهتموا فينا نحن نهتم بحالنا، كل شيء متوافر كل شيء موجود الحمد لله، وعم بيهتموا فينا بشكل مو معقولة. يعني صفي نحن دورنا الإيجابي إنه عم بيحكي لك شغلات كتير بسيطة بالبيت فيك تعمليها، وبعدين تتصل إلى مراكز طبية متوفرة بالشام كلها حتى بكل المحافظات. هذا كتير شغلة مهمة وكتير محاضرة حلوة، الندوة حلوة وبتوعي وحتى يعني فيها شرح وافي وعرض لحالات سابقة بتخلي الإنسان كل ما شاف أي تبدل بالثدي يعني يلجأ له. بنفس الوقت عم بينوه إنه في كتير مراكز صحية منتشرة بدمشق بمناطق مختلفة، وعم بيشجع إنه لا يروحوا كلها مجانية. يعني الحمد لله نحن رغم كل هالظروف لا يزال الفحص والعلاج كله مجاني. في كتير عالم بتعرف إنه لازم تفحص دوري، بس في كتير كمان سيدات بدها تذكير مشان الفحص الدوري، وكتير كانت مفيدة وشجعت السيدات إنه يروحوا يفحصوا، لأنه الحقيقة سرطان الثدي إذا كان الكشف عنه كان مبكر كتير بيكون نتائج مضمونة والعلاج ممكن شفاء تام. دكتور بالفعل يعني الندوات التوعوية أمر كتير مهم خاصة بمجتمعنا بتعلق بالنساء وأيضا نسبة قليلة من الرجال. لكن اليوم دكتور خلينا نتعرف أكثر شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر عند السيدة للإنذار ممكن بحدوث سرطان ثدي؟ الجواب السيدة نحن منعلمها والرسائل إحدى المسجز اللي منوصلها من خلال المحاضرات هي إنها تكون واعية لثدييها. هلا انا قصه الفحص الذاتي والى اخره على اهميته الا انه الدراسات اثبتت انه حتى الفحص السريري الدوري والفحص الذاتي ما هو الشيء الاساسي اللي عم يكشف. يكفي شيء اسمه ان تكون واعيه بثدييها. يعني طلبت منه امبارح انه الكل بعد المحاضره مباشره بس تخلص الدوره اذا كانت تجيهم دوره بالحمام ممكن على المرايه يبلشوا بس يحفظوا شكل الثديين تبعهم كيف، هذا جزء من جسمه يتعرفوا عليه كيف ما في ثدي مثل الآخر عند سيدة، الثدي اليمين غير الثدي اليسار، هذا أنا باخده مثل بيز لاين مثل خط للمقارنة. بعدين فيما بعد طبعا كل شهر هي بدها تعيد عملية هالتأمل، هاد علمتهم كيف يعملوا الجاز. إذا في شيء ظاهر واضح أو اختلف علي أي شيء نحن ساعتها منطالب أن تراجع طبيبة. يعني الفحص باليد فينا نقول في السيدة تفحص حالها تشان شو تفحص حالها تحفظ كيف شكل السدي عندها، إذا شكت بشي فينا نقول الصدر، إذا شكت بشي تراجع الطبيب، وإذا بلاقي أنه هذا شكل سدي سابقا وهيك هو فليكن. هلأ شو ممكن يصير أعراض كأعراض؟ هلأ الألم بالسدي ما هو من أعراض سرطان السدي الأساسية، هذا لا ينفي توجد حالات فيها ألم الثدي جزء من أعراض سرطان الثدي بس من النادر. غالبا ألم الثدي ما بيعبر عن حالة سرطان. إيمت بيكون ألم الثدي له أهمية فيما يخص موضوعنا؟ الجواب وقت اللي بيكون بجهة واحدة وبطرف من جهة موضع
بيجوز يكون له بعض من الأهمية. بس برجع بقول ما تخاف الست إذا كان عندها ألم سدي، بحب طمنها إنه غالباً هذا معرض لسرطان الست. هي مثال الألم اللي بيجي بالثديين اللي هو دوري اللي بيجي قبل كل دورة، هذا ألم عادي جداً وما في أي إشكال، ممكن ست تشعر بكتلة، ممكن يصير اختلاف بشكل. بس في كتل بلغمية، يعني مشان ما يكون في كتل بلغمية كمان هي سليمة اللي بتكون تحت القبض بيتم أي شيء بتلاحظه الست وما كان موجود عندها سابقا يستدعي، هي يستدعي المراجعة. طيب خلينا نحكي عن أهمية الفحص بالجهاز، خلينا نحكي في أكثر من نوع لفحص من خلاله للثدي المرأة، خلينا نحكي عن أهمية الفحص بالجهاز، هو مرة كل ست شهور ولا مرة كل سنة ممكن السيدة تروح تفحص حالها بالمركز؟ ونحكي عن الفحص بسوريا بهيدا الجهاز مجاني، شو هي أكثر المراكز الموجودة فيه؟ نعم، الجواب بالنسبة للمراكز رح أبدأ من الأخير وبرجع برجوع بالجواب على سؤالك. مركز زهير حبيب من المراكز اللي فيها الماموغرافي ما عم يوقف نهائيا، وهو يتبع مديرية صحة دمشق، والعمل فيه جاري على قدم وساق وبكثافة عالية، وعم ينكشف حالات. مشفى الزهراوي أيضا يقدم، والحملة الماضية انكشف حالات كتير 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 مهمة، نسميها حلوة، هي معنى حلوة إنه كشفنا، بس ننبسط إنه كشفنا. السيدة كان ما عندها أي شكوى، عم تراجع بشكل انه في حمله بدها تستغلها، وعمرها مناسب للماموغرافي او انكشف حاله سرطان. طبعا نحن نزعل انه كشفنا السرطان عندها او انه نخبرها انه عندها، بس هي مفروض تفرح بالنهايه لانه تم التعامل معه بشكل انه حافظنا على الثدي او جزء من الثدي وانقذنا الحياه. بالنسبه ل برجع للاعراض، شو ممكن الست تشكي من اعراض؟ الجواب ممكن شكل الحلمه يتغير، هذه من الشغلات. ممكن تغور لجوا، اذا غارت لجوا وهي عم بدها تشدها مشان تطلع لبرا ما طلعت، لسه على بيوجه اكثر باتجاه الخباثي، غير انه ببساطه سحبتها وطلعت. اذا طول عمرها غائره ما لها اهميه بالمقارنه مع سيده ما كانت. طيب غائره. طيب دكتور قديش لازم تفحص حالة سيده من خلال الجهاز؟ اول شيء شو هو الجهاز المثالي الفحص؟ الجواب هو قولا واحدا، الجهاز اللي بيكشف المسح الروتيني لسرطان الثدي بيكون لسه على الست ما عندها اعراض، هو الماموغرافي، يعني صورة الثدي الشعاعية. ما يخافوا الناس من كمية الأشعة اللي فيه، كمية الأشعة مع تطور الأجهزة كل ما عم تكون أقل. ضئيلة إلى أقصى الحدود، مستحيل تأذيها هالتعرض هذا. رغم ذلك نحن بنسعى إنه ما يكون في تعرض باكر إذا ما كان في عندي سيدة عالية الخطورة لسرطان الثدي. من المناسب جدا بعمر 45 خلينا نقول، أو بعمر 50 بمعظم المدارس العالمية، البدء بالماموغرافي لسيدة ليس عندها أعراض وليس عندها عوامل خطورة. بعمر 50 ممكن ينعمل كل سنة لعمر 55، بعدين بيصير بينعمل يا كل سنة يا كل سنتين لعمر 70 أو 75. ممكن تبلش بعمر 45، مو غلط، في مدارس تبدأ بعمر 45، برجع بقول كل سنة لعمر 54. الصبايا ممكن يعملوا فحص بالجهاز ولا لا؟ الصبايا تحت عمر، هلا بالأربعين الموضوع مختلف عليه. مثلا كل جمعية السرطان الأمريكية فيما يخص عمر 40 بتقول اللي بتحب تصور، لأنه سابقا كان يقول بعمر 40، بتحب تصور بين 40 و 45 تصور، ما بنقدر إلا لا، بس نحن عمليا عم نبدا بال 45 هيك هن عم يقولوا. وفي مدارس قلت لكم انا مقتنع فيها اكثر تبدا بال 50، ما في مشكله، لانه هو سرطان الثدي هو سن العمر المتقدم. بجوز تقليل في سرطانات بسن مبكر، كنا عم نحكي فيها من شوي. الجواب نعم، في سرطان مبكر للثدي، بس هذا بيصير عند سيده عاليه الخطوره، بنكون بنعرف سلف انه هي مؤهبه الى ذلك. دكتور ذكرت لنا بعض الاعراض اللي ممكن تصيب السيده، لكن كمان ذكرت معلومه هي عوامل الخطوره. طبعاً. شو هي عوامل الخطوره؟ انا احدى المسجز اللي بدي اوصلها او الرسائل من خلال لقائنا أو من خلال المحاضرات، هي تعرف السيدة شو هي عوامل الخطورة لسرطان الثدي، مشان تحس حالها أنها هي ولو كانت بعمر ما وصلت لل 45 أو 50 لتبدأ التصوير الروتيني، أنها تراجع من أجل ذلك أو من أجل فحص الثدي عند الطبيب. الجواب بالدرجة الأولى القرابة، خصوصا تكون القرابة من الدرجة الأولى، مثال أمها أو أختها، هي عالية جدا. إذا كان أكثر من إصابة بالعائلة صارت عالية جدا جدا. في عنا حالات من السرطان وراثية، الحالات هي حتى في تحاليل جينية ممكن تكشفها، هي بتشكل 5 إلى 10% من حالات سرطان الثدي. هدول اللي بيطلع سرطان الثدي عندهم بسن أبكر من 45 وأكبر من 50، بجوز يبدأ عندهم بعمر 30، بعمر 35. ثانيا هدول شو بنتعامل معهم؟ إذا ما في أي شكوى بالفحص ما في شيء، بنعرفها للسيدة إنه هيك عندها،
هالقصة العائلية الكبيرة الواضحة، وحتى بجوز نعمل لها التحليل اللي هو اسمه بركا 1. بركا 1 إذا كان إيجابي هذا يعني أنه السيدة 80-90% حتصاب يوما ما بسرطان الثدي، و40-50% هي نفسها حتصاب بسرطان المبيض. في تصالب ما بين سرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان الكولون، ما بنسأل بس عن سرطان الثدي منشان كمان ينتبهوا السيدات للفكرة. هلأ فرضنا ما في عندي أعراض والسيدة عندها هالقصة العائلية هاي، أو التحليل بركا 1 أو بركا 2 طلع إيجابي، أو في كمان البي 53، كلها هي تحاليل جين، برجع بقول هذا 5-10% من أشكال السرطان، وهذا اللي ممكن يصير بسن مبكر. نرجع بالقصة العائلية، مين أبكر واحدة فيهم أصيبت بالسرطان بأي عمر؟ خلينا نفترض بعمر 36 والدته، خليني أبدأ بعمر 31 أو بعمر 30 عندها بالماموغراف. هدول نفسهم بيجي يوم من الأيام إذا تزوجوا وأنجبوا وأنه حياتهم تناسلية، طبعاً منصحهم يرضوا، والكل منصحهم يرضوا مو بس هدول، شو بطلب منهم؟ بطلب منهم أنه نلاقي طريقة لحتى نقي ونمنع سرطان المبيض، سرطان الثدي. كيف؟ في عندي معالجة كيميائية ممكن طبقها، هي هرمونية بسيطة، ما هي مادة كيميائية وقائية، أو ممكن حتى شيل الثديين إذا بعرف أن 80-90% احتمال أنه هي تنصاب وهي انهت حياتها التناسليه، من شان الثديين ممكن نعمل تجميل او ترميم للامر، ما حيبقى المنظر بشع. اذا في عندنا معالجه هرمونيه، في عندنا كثير خيارات للمعالجه الهرمونيه، هي مضاده للهرمون مشان ما يسالوا انه شلون هرمونيه، شلون الهرمون ممكن يكون مسؤول عن السرطان، هم نقول جواب معالجه مضاده للهرمون بس هي هرمونيه بالنهايه او معاكسه لعمل الهرمون، فتقي وتمنع حدوث ذلك مع المراقبة الدورية. هدول تبدأ مراقبتهم الدورية حكي مبكرة. نعم دكتور ماجد بنتشكرك على وجودك معنا، وأكيد أريج بدنا ندعي جميع النساء ونتمنى لهم أكيد الصحة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمكن تقيك الكثير من المخاطر. بنتشكرك كثير على وجودك معنا وشكرا كثير. شكرا كثير لك. كنت ديول بس عبارة صغيرة فيما يخص الوقاية، الإرضاع كثير أساسي، الزواج إذا كان والإنجاب صار بعمر أبكر مع الإرضاع كمان كتير بيعمل وقاية، استعمال المعالجة المعيضة الهرمونية ما بعد سن اليأس.